ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول السيد العقيد احمد الحمادي المحلل العسكري والسياسي السوري. مرحبا بك سيد احمد. اذا انباء متضاربه بشان الوضع الميداني في الغوطه الشرقيه، ما الصوره الحقيقيه للحاله الميدانيه هناك؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللساده المشاهدين. طبعا الوضع في الغوطه الشرقيه بكل حال هو مأساوي. هناك محرقة تجري اليوم على أهل الغوطة الشرقية، وكأن العالم أدار ظهره ل400 ألف إنسان. هؤلاء الذين تبقوا من 1,200,000 الذين كانوا يمثلون سكان الغوطة الشرقية. طبعا كذلك هناك استمرار بتجاهل القرارات الدولية، وخاصة الهدنة الأخيرة 2,401. طبعا قوات النظام التي شكلت تجميعا عسكريا كبيرا من الحرس الثوري، من الفرقة الرابعة، من الفرقة التاسعة، من لواء القدس، من ميليشيات أبو الفضل العباس وغيره من الميليشيات الطائفية، وبدعم روسي استطاعت التقدم على محور الشرقي للغوطة الشرقية، ووصلت إلى مسرابة. و حتى الآن يعني الصورة غير مكتملة 100%، لأن هناك عمليات كر وفر، هناك خطوط اشتباك غير ثابتة، لأن قوات الثوار تقوم بهجمات معاكسة وعمليات خاصة كمائن وكذلك عمليات إغارات. يعني اليوم تم قتل أكثر من 50 مقاتل لقوات النظام مجرم على جبهة الريحان في هذه المنطقة، هناك تدمير عدد من الدبابات. إذن الثوار تركوا المنطقة الرخوة، يعني النظام سيطر على منطقة زراعية رخوة لم يستطيعوا بالثبات فيها مع استخدام سياسة الأرض المحروقة. يعني اليوم الروس يطبقون خطة جروزني، هو هدم الأرض، حرق الناس، وخاصة أن الغوطة الشرقية خلال خمس سنوات محاصرة، وتم تجريدها من وسائل الصمود. طيب، الغذاء، الدواء، كل شيء تم تدميره. طيب سيد أحمد، إلى أي مدى قد يؤدي استخدام النظام الفوسفور ونابالم على مدن الغوطة الشرقية، إلى أي مدى يؤدي ذلك إلى الضغط على المعارضة ونجاح النظام في اجتياحها؟ للأسف الشديد المتأثر الوحيد هو المدنيون. اليوم هناك غارات كبيرة على عربين تم استخدام النابالم والفوسفور والكلور، وللأسف نسمع بأن هناك من يقول إذا استخدم النظام وإذا ثبت وإلى آخره، والزمن يمشي والمحرقة تمشي، وكأن هناك ضوء أخضر عالمي للروس والإيرانيون والنظام من أجل سحق هذه المنطقة والاستغناء عن 400,000 إنسان في هذه المنطقة، وكأن العالم فقد إنسانيته اليوم. يعني الأطفال يتضورون جوعا، الأطفال هم من يقتلون، يحرقون بالنابالم وعلى مرأى الشاشات العالم، بينما العالم لا يحرك أي ساكن للأسف الشديد. الآن كيف ترى الاتفاق مع النظام بإخراج المسلحين وتأثير هذا الاتفاق في تغيير الموقف العسكري ربما في الغوطة؟ لم يخرج مسلحين نهائيا، هناك بعض المأسورين في سجون جيش الإسلام عبارة عن 13 شخص من هيئة تحرير الشام، تم اتفاق بينهم وبين ليس النظام، بينهم وبين الصليب الأحمر، بينهم وبين الأمم المتحدة الذين أتوا ضمن القافلة التي أتت إلى دوما منذ عدة أيام، فتم خروج 13 مقاتل. هؤلاء الذين تم سجنهم خلال العملية الأمنية التي قام بها جيش الإسلام ضد جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام في العام الماضي. اليوم أطلق سراح جيش الإسلام ووصلوا إلى مناطق الشمال السوري. أما باقي الاتفاقيات، لا صحة لأي اتفاقيات، لا صحة لمفاوضات، لا صحة لخروج الأهالي. بالأمس هناك قرار من القيادة الثورية في الغوطة، قرار للصمود والثبات ورفض الاستسلام ورفض التهجير بشكل قطعي. هناك دعوة للتعبئة العامة ودعم الجبهات بكل ما تحتاجه من خلال المتوفر، واعتماد مبدأ القيادة المركزية. إذن حتى الآن يعني النظام لم يصل إلى المدن
الأساسية وإلى الخطوط الدفاعية القوية في جوبر وزملكا وكذلك جسرين وكفر بطنة ودوما وحرسة. طيب. إذن هو سيطر على مناطق رخوة بفضل الطيران الروسي وبالصواريخ 50 غارة جوية، إذا كل غارة 4 صواريخ يعني 1000 صاروخ تم قصفه على الغوطة الشرقية. طيب مجلس الأمن سيعقد جلسة غدا لمناقشة هذه الأوضاع في سوريا، إلى أي مدى تتوقع مراجعة القرار 2401 وسبل تنفيذه؟ لا حاجة، الشعب السوري ليس بحاجة لقرارات مجلس أمن جديد، هناك يعني عبارة عن مضيعة للوقت، وال 2401 جاهز من أجل فك الحصار وإدخال المساعدات و إن وقوف لمدة شهر، يعني الناس الذين منذ 20 يوم في الأقبية يموتون ويتضورون جوعا ولا يوجد أي شروط للسكن، بحاجة إلى التنفس، ولكن لا ننتظر من العالم الذي يرى القصف بالكيماوي وبالأسلحة النابالم وبالفوسفور وبالارتجاج على هذا الشعب ولم يتحرك، فلن يتحرك في مجلس الأمن، وعلمنا مجلس الأمن بأنه لن يحقق أي حقوق، أو هذه القضية الفلسطينية أمامنا وهذه القضية السورية، هناك عدة قرارات مجلس الأمن 2118 في العام 2013 الذي يجرم استخدام. نعم سيد العقيد أحمد الحمادي من إسطنبول محلل عسكري، شكرا جزيلا لك.